يومين كمان. خبيني خبيني. خبيك فين؟ ايه يا عم خبيني في اي حته، ده انت كلك مخابئ. خلاص تحت كلني. والله برافو عليك يا جمال يا ابني، دايما مشرف ابوك. ده انت بعت اسود مش بني ادمين. ما شاء الله ما شاء الله. ده طبيعي ولا نفخ؟ طبيعي يا فندم، طبيعي. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك خريج ايه؟ فنون جميلة يا فندم. فنون جميلة؟ انت اكيد فنون قتالية، فنون متوحشة. جميلة. وسعادتك كلية الطب؟ قسم تشريح طبعا، قسم تقتيل، انما طب. ما شاء الله ما شاء الله. طيب يعني مبدئيا كويسين قوي. اتفضلوا استريحوا لغايه ما نجي لكم. اتفضلوا اتفضلوا. بعدين بقى الخمس مصايب دول كان على الله. اسمك كريم ايه؟ ناهض العدوي. لا والله. طيب وانت جاي لوحدك ولا جاي معاهم؟ وانت مالك؟ طب كويس. لا يعني كلكم اصحاب في بعض وجايين مع بعض، ولا انت جاي فرداني؟ وانت دخلك ايه؟ خلاص يا عم حقك عليا. ايه ناهض في ايه؟ انا برغي معاك يعني عادي، اصل انا عايز مصلحتك وقلبي عليك. اصل الجدع اللي قاعد ورا هناك ده عمال جايب سيرتك من الصبح بكلام مش لطيف. لا يا راجل. ايوه صدق. ما تبصلوش بقى ما تبصلوش. وبعدين شكله كده بصراحه اجمد منك يعني. ها؟ يعني انت تعرفهم؟ نعرفهم واحد واحد. طب ما تقول يا اخي. الاولاني ده اسمه ناهض. التاني ده اسمه داغر. التالت ده اسمه فايد. فايد طبعا لازم يبقى فايد. الرابع ده بقى اسمه اشرف. ايه اشرف ده اسم غريب قوي. ماله اشرف؟ بس مراته خانته وهربت مع عشيقها. هو ده عشيقها. خلاص ساعتك. ايه عملت ايه؟ كله تمام. الناس مستنيين ساعتك بره عشان تختار منهم واحد. يلا. ايه الدوشه؟ مش عارف. خليك انا اروح اشوف. لا انا جاي معاك. بيتك ده انت تقيل قوي. ما قلت لك يا ناهض هيضربوك، ما سمعتش كلامي. اصبر بقى لغايه ما يجوا. انا متاخر كده ليه؟ يلا بقى. اهو جاي. ايه اللي بهدل المكتب بالمنظر ده؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ لا مؤاخذه لا مؤاخذه سعاده الباشا، اصل العيال دي حبوا يتنططوا عليك مني قلب ابيض يعني. قمت موريهم الرجوله ازاي؟ انا يا باشا ينفع للشغلانه دي 100 100 كده. شغلانه؟ قول. مش معقول. ايه؟ امشي انت. يلا يلا روح انت على البيت دلوقتي. خرب بيه. عاوز اقول لك حاجه مهمه. تعال تعال معايا. هو عادي يتحرك من هنا. خرب بيه. انا عاوز اقول لك. هتقول له ايه؟ عايز تقول له ايه؟ خلاص انا مشيتهم كلهم الحمد لله، دي عيال خيخه. ده انا اللي همشيك من هنا حالا. خيرت بيه الواد ده يبقى حاصل اللي على الميداليه الذهبيه في الاولمبيكيات لعام 91 و92 على التوازي. اولمبيكيات؟ ايوه. لا ده انت قليل الادب وابن ابن ايه الا الاب. يا سلم الطريقه بتاعتك دي. معلش يا ابني حقك عليا. مش طريقه دي بتاعت الموظفين بتوعك يا خرب بيه على فكره. وبعدين انا عايز اقول لسيادتك ان انا كنت الحارس الخاص لامين جامعه الدول العربيه والبطل احمد عبد العزيز. وما طلبوش كمان عشان خاطر شارع شهاب؟ حصل حصل وطلبوني عشان شارع شهاب، بس الحقيقه انا قلت اجي هنا اقرب. ما تقعد يا اخ سالم، ما تقعد واقف ليه؟ انت اللي تقوم تقف وانت بتكلمني. خلاص خلاص. لا لسه حضرتك مش خلاص ولا حاجه. انا مجهز لحضرتك كل الاوراق الخاصه تقدر تطلع عليها بنفسك. ايه الصور دي كلها؟ اول صوره دي وانا ببدله الكاراتيه. كاراتيه؟ وكان معاك حزام ايه؟ لا انا معايا حمالات. معايا حزام اسود غامق، اصل انا بحب الغوامق قوي. وزي ما انت شايف هنا سيادتك. ايوه. لا دي الصوره فيها انا عليك. دي الصوره لما غلبنا مصر 2-0. ليه كنت بتلعب مع تركيا؟ وبعدين بقى في الاخ سالم. ودي حضرتك هنا. بص الصوره دي لما كان معانا الكاس. او مين ده؟ انا. انت في الاوضه عندي. في الاولمبيكيات. في كل ده في الاولمبيكيات. وايه الصوره دي؟ وايه يا فندم؟
لا دي كنت باكل عادي ما فيهاش حاجه دي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس وابن ناس. انا شايف انه صايع وابن صايع. تاني تاني يا اخ سالم تاني بتشتم ابويا؟ انا ابويا راجل محترم، انت تعرفه؟ ابويا راجل محترم جدا يخرب بيه وبيشتغل شغلانه محترمه جدا. بس واضح كده انه هيترفض منها النهارده بقى. انت اسمك ايه؟ زكي يا فندم. زكي ايه؟ ايوه قول له بقى ابوك اسمه ايه؟ لازم ينفعش اسمي والعيلة على طول. ابوك اسمه لا لازم إيه؟ اسمه ثلاثي. اسمك ايه ثلاثي؟ اسمي زكي ناهض العدوي يا فندم. طيب يا زكي ناهض العدوي اتفضل ادي العنوان ده تكون عندي بكره الصبح. ليه؟ يعني انا كده اشتغلت يا فندم؟ اتفضل بقى يكرمك. لا ربنا يخليك. اتفضل بقى دلوقتي. شكرا شكرا خرب بيه. شكرا سامع سالم اقعد على الكرسي ده انا سليم. مدفيه كويس قوي. نهار اسود امي. ايه رايك يا سالم؟ انا شايف انه كويس هو مناسب يعني. بس يا خير بيه انا شايف ان الواد ده حلنجي ونصاب. هو حلنجي بس مش نصاب. وانا كنت عايز واحد حلنجي ومطقطق كده. كنت فاكر انك انت هترشحه لي في المقام الاول كده. بس انا بقى خير بيه متاكد ان الواد ده مش هيجي تاني. يا نهار اسود انا مش فاهم انت عارف ليه بس عصبي من عمايلك فيا. بس عارف انا عصبي. يلا اهدى شويه. مش عارف عصبي اهدى شويه. يا تعبتني تعبتني. ايه تعبتني بس ارحمني ارحمني. انت بودي جارد؟ ايوه. وعملت ايه يا وهاب؟ ده جسمك ملوش وش من قفا. وقال ايه؟ قال ايه قلبك ميت؟ انت قلبك ميت؟ ايوه قسوتك عليا هي اللي موتت قلبي. بأمرت ايه؟ يا اخويا بأمرت العقل اللي بتاكلها كل ليله يا ياض. اخش اجيب لك سطر الجراليب من جوه. انت بتعايرني؟ دي كانت ملفات قديمه واتحرقت خلاص. انا دلوقتي بكافح يا بابا. بالنصب يا ابني الكلب. يا ابني يا بابا يا بابا انا ما عرفتش اربيك يا ليل. انا ايه ده يعني مش هسيبك يعني مش هسيبك. ايه يا زكي تعالى هنا. ايه يا زكي انت عايز تجنن لنا ابونا ولا ايه يا زكي؟ مالك حاله يا اخي؟ اعمل معروف يا ابني انا مش ناقصك. ركز زكي وراك انا ابوك. ايه يا زكي في ايه؟ انت عاوز تجنن لنا ابوك ولا هو يترفد ويبقى صايع زيك؟ انا مش صايع دلوقتي انا بشتغل وبشتغل مع نفس الراجل اللي مشغله. يعني احنا الاثنين هنقبض من راجل واحد وانا هسيبك. يا بابا ده انا. ما انت معاك تقولني اوعى تمشي يا بابا. يا بابا الله انا مش فاهم انت ليه باصص لي في لقمه عيش. والله ما حد هيقطع عيش الا انت. اطلع يالا. اطلع. مش طالع يا ربي بخلف فار. اطلع يالا احسن لك. مش حاطط خلاص. خليك يا اخويا. حطمت على السرير نام. ايه رايك بقى ان انا مش رايح الشغل بكره وعايزك وريني هتقعد قد ايه تحت السرير. ماشي. وقع الخرطوم ده عشان بينقط ميه. مجنون الواد ده ولا ايه؟ والله مجنون. انا قررت بسبب مشغولياتي الكتيره اني اجيب لكم حد يبقى معاكم وياخد باله منكم. ايه يا بابي انت هتتجوز ولا ايه؟ حد جاب سيره الجواز؟ انا بقول في امور كتيره لازم تتصلح وده بيتطلب ان يكون في حد معاكم جوه البيت بره البيت. بره البيت اكتر من جوه البيت. يعني في العربيه في النادي. اظن الكلام بتاعي واضح. يعني حضرتك عايز تجيب لنا حد يراقبنا؟ انا قلت يبقى معاكم مش يراقبكم. صباح الخير. صباح النور. خيرت بيه موجود؟ افندم؟ سوري خيرت بيه موجود؟ نقول له مين؟ قولي له زكي ان شاء الله. بخصوص ايه؟ هو عارف. هو عارف. مستر خيرت is not available now. You can come again. اوكي ثانك يو ثانك يو. كاسكول يا صباح على ميزون. صباح الخير. اهلا يا زكي. اتفضل تعالى اقعد وما افهمك لازم تعمل ايه. انا فاهم كل حاجه حضرتك ومجهز نفسي تمام. يا سلام. طبعا ما تخافش. سيادتك انا من واقع دراستي موقع الفيلا لقيت انها فيلا واطي. سور الفيلا واطي يعني. فمحتاجين عليه حوالي 6 7 متر تقريبا. وبعدين هنحتاج نزرع كاميرات هنا اهو في الاركان. وبعدين هنحتاج تقريبا حوالي 2000 متر سلك شايك. يا ابني انا مش جايبك تحرس الفيلا. يبقى المصنع. بالنسبه للمصنع ايه سيادتك بالنسبه كده؟ نعم بالنسبه للمصنع حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي بس سلك الشايك خليه هنحتاجه. يا ابني قول على المصنع. يبقى مفيش حضرتك غير العربيه. سيادتك انا مش بتاع عربيات. العربيه دي حضرتك تجيب لها فانوسين شبوره وغطا جلد من الوكاله وممكن كلب لولو صغير كده تحطه في التابلو هاو هاو كل ما حد يقرب ناحيتها. سيادتك فهمتني غلط. بعد اذنك. استنى عندك. انت ايه يا ابني براباند؟ ما تديني فرصه اشرح لك انا عايز ايه.
أنا عايزك تحرس أولادي. أولادك؟ دول. دول تجيب لهم حارس فلبيني. يا ابني أرجوك اسمعني. هقدم لكم زكي البودي جارد. ده بودي جارد؟ ده عامل زي البورس الجعان. بعد إذنك. شيرين بنتي وعمر ابني. واضح طبعا ان شيرين الكبيرة وعمر الصغير. واضح ان رباط جزمتك مفكوك. انت كنت مستعجل ولا حاجة؟ اساسا مش بعرف اربط رباط الجزمة. اساسا. طيب مش كنت تقول كده؟ انا رايح النادي. يلا يا عمر الحق معهم يا زكي. معهم طبعا. اسمع ها. شيرين شيرين تبقى معاها لحظه بلحظه. انت فاهمني؟ شيرين بالذات تبقى زي الله. طبعا. طيب بالنسبه لعمر اسيبه يتوه عادي؟ وعمر كمان يا زكي ارجوك. اتفضل. طبعا حضرتك انا متشكر قوي على غلاوه ثقتك فيا يا فندم. انا بالنسبه لي انا راجل مسالم وكافي شيري خري. عمري ما هحاول اعمل اي مشاكل معاهم بقى يا اخي. يلا يلا الحق الواد. طبعا. ثانيه واحده. في ايه؟ ثانيه واحده. عربيتك دي ها؟ عربيتي. انت بتعمل ايه؟ مفيش بس اجراءات امنيه كده. كوتش ده عايز يتزود. حسب. ايه ده؟ في حاجه اتفجرت؟ ده ريموت العربيه. ريموت العربيه؟ ريموت؟ هو انت سايق عربيه ناشونال ولا ايه؟ ابعد ايدك عني. انت هبل ولا ايه؟ انت مجنون؟ مجنون انت؟ ايه ده؟ اوه الحمد لله مفيش اصابات. سريعا سريعا. بعد اذنك فين المفاتيح؟ انت هتعمل ايه؟ مش ده كرسي السواق؟ هسوق. بقول لك ايه؟ ايه ده؟ انت عندك خاله هبل؟ لا عمتي كانت سمينه شويه. والله؟ طب اركب ورا. يلا اركب ورا ليه؟ اركب ورا. ما انا اللي هسوق. يلا يا عمر. انا اللي هسوق. طب دوسي دبرياش جامد بقى لو انت اللي هتسوق. صدقتني بقى لما قلت لك ان الولد اللي اسمه زكي ده مش حقيقي تاني؟ انا كنت متاكد انه مستهتر ومش قد المسؤوليه. زكي زكي مع الولاد من الصبح في الفيلا وزمانه راح معاهم النادي. زكي مع الولاد في الفيلا وراحوا النادي. ربنا يستر. اخصمك. ايه اللي تزوق دي؟ ايه انت بتطفي الكاسيت ليه؟ عشان الاغنيه دي مليانه رقص وبعدين احنا معانا طفل صغير. لو سمحت خليك في حالك ما تطفي ايدك على الكاسيت. طب بص قدامك بص قدامك عشان ما نعملش حادثه. وعلى فكرة انت ناسية تنقلي الفتيس. الفتيس؟ افضل عدمتك. انا اقصد العربية مش الغسالة. عمر هات الموبايل. ثانية واحدة. ايه ده؟ ايه ده؟ ركزي ركزي ركزي. ثانية واحدة. 012 012 012 هات الموبايل. انت تعرفي حد في الهرم؟ بقول لك هات الموبايل. الو رد رد يا حيوان. ايه اللي يا حيوان يا ابني يا حيوان عجبك كده؟